هل لصعود المنبر دعاء يا شيخ لو سمحت؟ صعود المنبر دعاء؟ عند صعود المنبر هل لا 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 يوجد دعاء عند صعود المنبر، لأن مرة من المرات أن النبي صعد درجة وقال أمين، ثم صعد الأخرى فقال أمين، ثم صعد الثالثة فقال أمين، وقال بعد ذلك أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل أمين فقال أمين، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهم عند الكبر فلم يدخله الجنة قل أمين قلت أمين، فذكر الحديث. السلام عليكم.